Hello everybody, this is Alan Abdullah speaking. Today we will talk about thyroid hormones. For learning our objective of this session, by the end of this session, you will be able to define what are the thyroid disorders, when no types of a thyroid disorder, and then classify oral drug use for a treatment of different type of thyroid disorder, then to enumerate the effect. So I can lower therapeutic hour side effect of these drugs used orally. Firstly, we have to talk little about the thyroid physiology. When normal thyroid gland بتعمل secrete a sufficient amount of thyroid hormone, لوسا كانت T3 اللي هو triiodothyronine or T4 اللي هو tetraiodothyronine اللي هو ما يعرف به الثيروكسين. في النهاية two hormones ديل مهمتهم إنه to normalize the growth or development, to normalize اللي هو body temperature and energy levels. فالمهمة بتاعة الثايرويد هرمون ثلاثة: normalize the growth and development, number two normalize the body temperature and to normalize the energy levels. Well, these hormones at 2, T3 or T4, they contain 59% في T3, 65% في T4 of iodine. عشان كده سموهم ايودو لو تراي ايودو وتترا ايودو. فالتراي ايودو بيحتوي على 95% والتترا ايودو بيحتوي على 65% of iodine اللي هو the essential part of the molecule. طيب الهرمون الثاني اللي بتفرزه لنا اللي هو الثايرويد جلاند اللي هو الكالسيتونين هو second type of thyroid hormone وimportant لregulation of الكالسيوم metabolism اللي هو جاي من كالسي اللي هو جاي من كالسيوم. فده another hormone secreted by thyroid hormone. نجي للcontrol of thyroid hormone senses and release اللي هو الهرمون senses and release اللي هو عندنا TRH اللي هو thyrotropin releasing hormone والTSH اللي هو thyroid stimulating hormone. فعموما الهايبوثالاموس بتطلع هرمون called TRH اللي هو thyrotropin releasing hormone. ده عنده positive impact بيمشي بحفز ال interior pituitary gland عشان تطلع هرمون اسمه TSH اللي هو thyroid stimulating hormone. زين TSH بيمشي بحفز ال thyroid gland to secrete اللي هو thyroid hormone اللي هو T3 و T4 اللي هو بيحفز ال senses و release. نلقى بعد ذاك انه T4 و T3 هم ذاتهم عندهم negative inhibitory effect على الهايبوثالاموس وعندهم negative inhibitory effect على ال anterior pituitary gland عشان بعد ذاك يقللوا السكريشن بتاع ال TSH و ال TRH بالتالي inhibit ال release بتاع ال T4 و ال T3 ده اللي هو الهايبوثالاموس pituitary gland pituitary thyroid axis. فعندنا فوق هنا الهايبوثالاموس بالإضافة ليه اللي هو عندنا الهايبوثالاموس الهايبوثالاموس بتطلع لنا هدي الهايبوثالاموس بتطلع TRH بعد ذاك بيمشي TSH اللي بيطلع من وين من الانتيرير بيتيوتري جلاند بعد ذاك بيطلع لنا الثايرويد هرمون من الثايرويد جلاند والاثنين T3 والT4 بيمشي بيعمل انهيبيشن للانتيرير بيتيوتري جلاند انها توقف الريليز بتاع TSH وبيمشي من نفس الوقت انهيبيشن للهايبوثالاموس. فالهايبوثالاموس اللي هو ريليزنج الثايروتروبين ريليزنج هرمون TRH حفز الانتيرير بيتيوتري جلاند انها تو سكريت ثايرويد ستيمولاتنج هرمون ذن تو سكريت الثايرويد جلاند اللي هو بيعمل لنا ريليز للثايرويد هرمون. نجي بعد ذاك ل اللي هو هنا اللي هو البايوسينثيسيس اوف الثايرويد هرمون وبالإضافة للسايت اوف اكشن اوف فيريوس دراجز ذات انترفير وذ ثايرويد هرمون بايوسينثيسيس. فعندنا اول حاجة الثايرويد جلاند بتعمل ابتيك للايودين والايودين عن طريق انزيم بيروكسيديز بتحول ل اللي هو ايودايد والايودايد بيحصل له اورجانيفيكيشن في بيخش في الثايروغلوبيولين اللي بتحول ل الميد اللي هو المونو والداي اللي هو ايودو تايرونين بيحصل له بعد ذاك بروتيولايسيس
اللي بعدها بدينا التي 4 والتي 3 اللي بيمشي البلد في البريفرال تيشو. التي 4 كله بيتحول ل تي 3 اللي هو الاكتيف فورم، دين بعدها التي 3 بيمشي بعد الاكشن بتاعه. فالخطوة الأولى بتاعت الترانسبورت بيحصل لها انهيبيشن عن طريق السيانايد والكلورايد كلوريت سي ال او 4 كلوريت والاس السلفيريك سيانايد اس سي ان اللي بيعمل انهيبيشن للابتيك بتاع اللي هو الايودين. ذن الاورجانيفيكيشن بيحصل لها انهيبيشن عن طريق جروب بتاع دراج كولد ايودايتس او ثيوامينز. والبروتيولايسس بيحصل انهيبيشن عن طريق دراجز called iodides. Then الconversion بتاع T4 ل T3 في البريفرال بيحصل لها inhibition عن طريق الراديو كونتراست ميديا او البيتا بلوكرز او الكورتيكوستيرويد او الامايو دايرون ديل باي سنس اوف الثايرويد هرمون، بالاضافه ل اللي هو السايت اوف اكشن بالنسبه لفيريس دراجز. عموما the structure forming of thyroxine with triiodothyronine as well as a reverse triiodothyronine اللي هو RT3، all of these natural occurring molecules are levo isomer. كلهم عبارة عن levo isomer اللي هو I والsynthetic dextro. طبعا ده في الكيمستري يا اخوانا، الدكسترو isomer بتاعت الثيروكسين والدكسترو ثيرونين دي approximately 4% من البيولوجيك activity. فالليفو هو الاكتيف ايزومر بالنسبه للثايروكسين والترايودوثايرونين بالاضافه للريفيرس ترايودوثايرونين، وايل السينثيتيك ديكسترو اللي هو الثايروكسين اللي هو ديكسترو ثايروكسين عنده 4% بس من البيولوجيكال اكتيفيتي بالنسبه ل اللي هو الثايروكسين. طيب الثايروكسين is absorbed بس من الديودينم والإلم، والابزوربشن ممكن يحصل له موديفيكيشن عن طريق intraluminal factors اللي ممكن يحصل له موديفيكيشن عن طريق الفود والدرج والجاستريك اسيد بالاضافه للانتستانال فلورا. فدي الفاكتور بتاثر على الابزوربشن وبتعمل تاثير على الابزوربشن بالتالي موديفاي الابزوربشن بتاع الثايروكسين. اورال بايو افيلابيليتي اوف كرنت بريبريشن اللي هو ال ثايروكسين اللي هو الليفو ايزومر اللي هو ده الاكتيف فورم بتساوي من 70 ل 80%، والتي 3 اللي هو تراي ايودو ثايرونين اللي هو الالموست كومبليتلي ابزورب 95% فالثايروكسين اللي هو ال لينوفو ثايروكسين الابزوربشن بتاعه 70 ل 80% من الدوز اللي بنديها بتصل للجنرال سيركيليشن، وعلى التي 3 95% بتصل للجنرال سيركيليشن. التي 4 والتي 3 ابزوربشن ابير نوت تو بي افكتد باي مايلد هايبوثايرويديزم، ممكن يحصل لها امبيرد في الناس اللي عندهم سيفير مايكزيديما ويز إلس. فالتي 4 والتي 3 ما بيحصل لهم الابزوربشن بتاعهم ما بيتاثر بالمايلد هايبوثايرويديزم اللي هو الناس اللي عندهم ديفكت في سيكريشن بتاع الثايرويد هرمون من ثايرويد جلاند، لكن ممكن يتأثر بالناس اللي عندهم سيفير مايكزيديما اللي هي دي عبارة عن السيفير مايكزيديما اللي هي عبارة عن الجويتر يقول عليها، أو اللي هو هايبوثايرويديزم سيفير أدفانسد هايبوثايرويديزم. ممكن السيفير أدفانسد هايبوثايرويديزم المايكزيديما ممكن يأثر لي على الأبزوربشن بتاع تي 3 وتي 4 لأنه الزول اللي بيكون عنده إلس. إلس اللي هي شنو؟ ما هي الإلس اللي هي عبارة عن decrease في الموفمنت بتاعت شنو؟ بتاعت اللي هو الجي اي تي، فدي بسموها إلس أو normal ability بتاعت الانتستين to move. الفاكتورز دي are important in switching from an oral and parenteral system. يعني two factors، أول فاكتور ذكرناها دي كلها مهمة إنه ناخدها في حسباننا، لأنه أي زول جاب الفاكتور دي لازم نقوم نغير من الأورال للبارنترال. سوري فور بارنترال يوز انترافينوس روت هو البريفيرد للتي 3 والتي 4. البيشن اللي بيجونا ويز هايبر ثايرويديزم الميتابوليك كليرنس بتاع التي 4 والتي 3 انكريزد اند الهاف لايف ديكريزد،
Well, opposite is true in a patient who is hypothyroidism. For patient is ajani, a hyperthyroidism, arif innun metabolism that is T3 or T4 high, well half life agalla. Who acts the man, but by hypothyroidism, a T4 or T3 metabolism be gil, well half life be zid. Drugs that induce the hepatic microsomal enzyme, the drug inducers, the rifampin, phenobarbital, carbamazepine, phenytoin, tyrosine kinase inhibitor, HIV protease inhibitor, del kullum busy delay in metabolism of a T4 or T3, shankitalazim intabehle drug interaction, is azol janizol endo hypothyroidism, endo masalan sarab yahut fi phenobarbital, maao thyroxine. And تبه إنه فينوباربيتول حيزيد لين ميتابوليزم بتاع T4 T3 حيقلل الهاف لايف بتاع T4 T3 عشان كده يا تنكريز الدوز أو غير للبارنتر الروت TBG sites are increased by pregnancy we increased in اللي هو in the pregnancy في الأستروجينز Oral contraceptive, اللي هو زي ours, زي is an initial shift of a hormone from a free little pound, you know, little pound state, and decrease in its rate of elimination. وبرضو اللي هو بيحصل decrease في الإلمين في اللي هو decrease في rates of elimination لحد ما until the normal free hormone concentration is you know is restored اللي هو a total binding بتاع اللي هو site TG, TBG sites are increased by pregnancy بالإضافة ل اللي هو الاستروجين والأورال contraceptive بالتالي بيكون في initial shift في الهرمون من الفري للباون ستيت وديكريز في الريت اوف elimination لحد ما normal free hormone concentration is restored then this the concentration of total unbound hormone will increase but the concentration of the hormone the free hormone and the steady state elimination will remain you know will remain normal فده ما يعرف به اللي هو distribution من نجل الديستريبيوشن بتاع شنو بتاع اللي هو الثايرويد هرمون طيب لما نجي ليه الميكانيزم اوف اكشن بالنسبه للتي 3 والتي 4 عموما الفري هرمون والثايرويد هرمون اللي هو تي 4 والتي 3 ديسوسييتد من الثايرويد بايندينج بروتين اللي هو تي بي جي اللي هو الثايرويد thyroid binding protein proteins بيقوم بخش السيلز وهناك في السيل وهناك في السيل entering the cell by the active transporter an organic iron transporting sure polypeptide إذا حصل mutation في transporter دي ممكن أدري لي clinical syndrome of mental retardation myopathy and low serotonin T4 level اللي هو بيسموها السندروم دي الان هيرنيدن ديدلي سندروم فاللي هو دي معناه انه لما نلقى الان هيرنيدن ديدلي سندروم معناه انه الترانسبورتر بتاعت T4 والT3 اللي بتخليه يخش داخل السل حصل فيها ميوتيشن والبيشنت بيقول البيشنت بيجي عنده مينتال ريتارديشن وما بثي بالإضافة للو سيرا T4 levels داخل الخلية T4 بتحول لT3 عن طريق إنزيم كول 5-D-iodinase بعد ذاك T3 بيخش النيوكليس وهناك بيمشي T3 bind specific T3 thyroid receptor protein belong to family also includes the steroid hormone receptor and receptor for vitamin A and D في الريسبتر اللي بيرتبط بها هي الريسبتر بيرتبط بها T3 هي نفس الريسبتر او سيم از الفاميلي ريسبتر بتاعت الستيرويد هرمون وفيتامين اي اند دي التي 3 ريسبتر موجوده في صورتين الفا ان شنو ان الفا ان بيتا اذا حصل ميوتيشن في الالفا وبيتا جينز
lipid suppression, the alpha and beta form receptor. D is associated with generalized thyroid hormone resistance. The wild vessel generalized thyroid hormone resistance. Cigarette smoking, environmental agents, the whole body chlorinated by biphenyls. The cooler interfere with a receptor, you know, action. The differing concentration of receptor forms in difference. يعني بعد ذاك في different اللي هو بعد ذاك الاختلاف ما بين التركيز بتاع الريسبتر يعني موجود من تركيز كم في المية من الألفا وكم في المية من بيتا بدي بيختلف. معظم الإفاق بتاع الثيرويد في الميتابوليك بروسيسز اللي هو ميدياتد بإنه بيحصل اكتيفيشن للنيوكليس ريسبتر اللي ذكرناه قبل شوية دي وبتأدي ليه طوالي لإنكريز الفورميشن بتاع الار ان اي. بالتالي الار ان اي بيمشي بكون السبسيكوين بروتين سينثيسيس بيحصل زيادة في الفورميشن اوف الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. ده consistent with the observation that the action of thyroid manifested in vivo with a time lag of hour or days after its administration. طبعا الثيرويد هرمون بتشتغل بعد فترة من الزمن. ليه؟ لأن الريسبتر بتاعتها عبارة عن نيوكلير ريسبتر بتاخد زمن ارتباطها بالريسبتر نيوكلير ريسبتر بيحفز لي تكون لي بيحصل فورميشن لي ار ان اي. الار ان اي بيمشي بيعمل له سبسيكوينت بروتين سينثيس حتى البروتين سينثيس بيعمل لي زياده في الفورميشن بتاعت الصوديوم اي تي بيز. فده بياخد اورز او شنو او دايز. لاين نمبر اوف ثايرويد هرمون ريسبتر موجود الثايرويد هرمون ريسبتر بكثره في الهرمون ريسبونسيف تيشو اللي هو البيتيوتري جلاند الليفر الكدني الهار السكيلتال مسل اللنج بالاضافه لشنو الانتستين. دي الحتات الموجودة فيها اللي هو ثايرويد هرمون ريسبتر اللي هي بيسموها الهرمون ريسبونسيف تيشوز. وايل فيو ريسبتر سايت اوكير في الهرمون ان ريسبونسيف تيشوز يعني في تيشوز ما بتستجيب للهرمون ده اللي هو زي الاسبلين والتستس. البرين لاك للانابوليك ريسبونس تو تي 3 والافينيتي اوف ذا ريسبتر سايت فور تي 4 از اباوت 10 times lower than that for T3. عشان كده كل T4 جوه الجسم بيتحول ل T3 عن طريق ال 5 داي ايوديز انزيم. 5 دي ايودينيز شنو انزيم. فعموما الريسبتر هي مور اكتف 10 times اللي هو ال T3 than ال T4. طيب الثايرويد هرمون بتعمل شنو في التيشوز اللي ذكرناها قبل شويه دي اللي سميناها هرمون ريسبونسيف تيشوز. فلقوا ان الثايرويد هرمون ريسبونسبل للاوبتيمال جروث للديفلوبمنت للفانكشن للمينتيننس بتاعت كل البودي تيشوز. اكسس او ان اديكويت اماونت للهرمونز دي بيؤدي لي ساين سيمبتومز اوف يا اما هايبر ثايرويديزم اللي هو اكسس أو هايبوثايرويديزم شنو اللي هو inadequate. الثايرويد هرمون مهم للديفلوبمنت والفانكشنينج اوف النيرفس والسكيليتال والريبرودكتيف تيشوز اللي هو دي سميناها الهرمون ريسبونسيف شنو تيشوز. ويتس افكت بيعتمد على البروتين سينثيسيس بالاضافه الى البوتنشيشن اوف السكريشن بوتنشيشن اوف ذا سكريشن ان الاكشن اوف الجروسينو الجروس هرمون. فالإفكت بتاع البروتين سينثيسيس ده بيعتمد على انه بيعمل بوتنشيشن للسكريشن والاكشن بتاع الجروس هرمون. ثايرويد ديبريفيشن ان ايرلي لايف ريزلت ان ايرريفرسبل منتال ريتارديشن اند داوري فيزم اللي هو تيبيكال كونجنتال كريتينيزم. فاذا حصل ديبريفيشن للثايرويد في العمر البدري للأطفال مثلا ممكن طوال يحصل congenital شنو كريتينيزم اللي هو بيسموها mental عبارة عن mental retardation أو dowryism. فالmental retardation ممكن تحصل أو dowryism اللي هو إذا الشافع أو الطفل من بدري حصل له thyroid شنو deprivation. طيب غير كده في effect on the gross and the
calorigenesis. They are accompanied by pervasive influence in metabolism of drugs, as well as al carbohydrate wal fat wa al protein wa al vitamin. Fa برضو ليجو الثايرويد هرمون بتأثر على الجروس والكلاروجينيسيس ودي نتيجة للإنفلونس بتاع اللي هو الثايرويد هرمون على الميتابوليزم اوف ممكن تعمل إنفلونس للميتابوليزم بتاع أذر دراجز يعني زي الزول بياخد في دراجز تانية وثايرويد ممكن هو يأثر في الميتابوليزم بتاع الدراجز دي بالإضافة لأن الثايرويد هرمون بيأثر على الكربوهيدرات والفات والبروتين والفيتامين ميتابوليزم. Many of these changes are dependent upon or modified by an activity of other hormones. يعني عموما معظم الإفكت دي أو changes اللي بتحصل دي في عن طريق إنه الثايرويد هرمون تأثيرات على الجسم كلها ممكن يحصل لها modification للactivity عن طريق other hormones. اللي هو زي TSH اللي بيعمل inhibition. Conversely, the secretion or degradation rate of virtually all other hormones, بما فيهم الكاتيكولامين والكورتيزول والاستروجين والتستوستيرون والانسولين, كلها بتتأثر بالثايرويد status, سواء كانت هايبر او هايبوثايرويدزم. طيب نجي نشوف الثايرويد preparation. يعني اذا زول جاو هايبوثايرويدزم بدو ثايرويد preparation. عموما preparation دي ممكن تكون سينثيتيك زي الليفوثايروكسين واللايوثايرونين والليوتريكس او جاي من انيمال اريجين اللي بيسموها ديسيكيتد ثايرويد. فعندنا نوعين من البريبريشن بتاعت الثايرويد سينثيتيك و اللي هو انيمال اريجين. ثايرويد هرمون ار نوت افكتيف اند كان بي ديترمينتال ان ذا مانجمنت اوف اوبيسيتي abnormal vaginal bleeding or depression if thyroid hormone level are normal. The thyroid hormone not effective. وممكن تكون determinantal. ولما نقول determinantal معناها تكون ضارة. فالثايرويد هرمونز ما effective وضارة. إذا زول جانب الثايرويد هرمون level normal. يعني بالنورمال ثايرويد هرمون ليفل وعنده اوبيس او ابنورمال فاجينال بليدنج وومن او ديبريشن ولقينا انه الهرمون ليفل بتاعه نورمال فحتكون الثايرويد هرمون نوت افكتيف ممكن تكون ديترمينتال ضاره بالبيشن ده. عموما السينثيتيك ليفوثايروكسين هو البريبريشن اوف تشويس لكل الريبليسمنت بتاع الثايرويد والسبريشن سيرب بيكوز لانه هو ستيبل والكونتين بتاعته يونيفورم او تالت حاجة low cost ورابع حاجة lack of شنو allergenic foreign protein و easy laboratory measurement of serum level. يعني بقدر اقيسه بسهولة كل فترة عشان اتأكد انه الزول وصل لي النورمال ليفل وعنده long half شنو like 7 days اللي بتديني انه ممكن البيشن ياخده مرة واحدة once daily to weekly شنو administration. يعني ممكن اديها للزول مرة واحدة في اليوم او محبة كل اسبوع اعتمادا مع داك عن الحالة بتاعت البيشن. بالاضافة لكده انه T4 بتحول ل T3 intracellular اللي بالتالي administration of T4 بديني both hormone and T3 administration is unnecessary. فالليفوثايروكسين بتحول داخل السل اللي هو T4 and convert ل T3 intracellular. بالتالي لما ندي T4 اللي هو زي الليفوثايروكسين بيديني 2 هرمون, بيديني T4 ذاته وبالتي 4 بتحول داخل الخلايا ل T3 وبيديني الاثنين, فبكون في غنى عن انه ادي اللي هو الاثنين. فالليفوثايروكسين او T4 هو فيري افكتيف. طيب اللايوثايرونين اللي هو الثاني هو T3 is 3 to 4 times طبعا مور بوتنت ذان الليفوثايروكسين T4, لكن not recommended for routine replacement syrup لانه الهاف لايف بتاعته very short 24 hour بيحتاج لانه نديه multiple daily شنو doses and difficultly in monitoring. فحال كده الليفوثايروكسين of benefit ليه؟ لانه اول حاجه long half life ما بيحتاج ل multiple dose والmonitoring بتاعه سهل. فالتي 3 دايما avoided في الناس اللي عندهم cardiac disease لانه ممكن تعمل له elevation في البيك ليفل وبكون عندها greater risk شنو
of cardiotoxicity. Then we have a drug used for hyperthyroidism, omeprazole and antithyroid agents. وديل الريدكشن اوف الثايرويد اكتيفيتي والهرمون افكت ممكن ممكن اكمبلش باي ايجنت ذات انترفير وذ ذا برودكشن اوف الثايرويد هرمونز وبي ايجنت ذات موديفاي تيشو ريسبونس للثايرويد هرمون او عن طريق الجلاندولر ديستركشن وذ راديشن او سيرجري. فشان اقلل الاكتيفيتي بتاعت الثايرويد جلاند والثايرويد هرمون ممكن ده تحصل عليه عن طريق نمره واحد الجا ايجنت بتعمل انترفير وذ البرودكشن اوف الثايرويد هرمون. نمرة اثنين الجا ايجنت تعمل موديفيكيشن للتيشو ريسبونس للثايرويد هرمون. نمرة ثلاثة اعمل جلاندولار ديستركشن باي راديشن او باي سيرجري. جويتروجنز دي عبارة عن ايجنت سبريس السكريشن بتاع T3 و T4 تو سب نورمال ليفلز. بالتالي بيزيدوا لي TSH الثايرويد سكريتنج هرمون واللي هو ده بيؤدي لي لانه يحصل لي اللي هو جلانديولار شنو الارمن او ما يعرف به الجويتر. فالجويتروجينز لما نقول الدراج ده عبارة عن جويتروجينز دي عبارة عن دراجز هم فعلا بنستخدمهم هذا انتي ثايرويد ايجن لكن لقوا منه بقلل T3 والT4 لأقل من النورمال وبالتالي حيمشي T3 والT4 اول ما يقل في البلد من اقل من النورمال التي اس اتش بيقوم بيطلع بصورة كتيرة والتي اس اتش لما نطلع ده بيدلي ليه انه الثايرويد هرمون تقوم تتضخم عشان تفرز كميات اكبر من التي 3 والتي 4 عشان تحاول الكميات دي توصل التي 3 والتي 4 للنورمال. والانتي ثايرويد كومباوندز يوزد كلينيكالي انكلود نمرة واحد عندنا الثيوامايدز نمرة اثنين عندنا الايودايدز نمرة ثلاثة عندنا الراديو اكتيف شنو ايودين. نبدأ به اول واحد اللي هو الثيوامايد زي الميثيميازول والبروبايل ثيوريسيل دي اللي هم الميجر دراج يوز فور تريتمنت اوف ثايروتوكسيكوزيس. عندنا الكاربامازول ده بيتحول ان فيفو لميثيميازول وده مستخدم بصوره كبيره جدا في الكلينيكال ان كلينيكال يوز. عندنا الميثيميازول از اباوت هو 10 تايمز مور امبورتنت ذان البروبايل ثيوريسيل هو الدراج اوف تشويس بالنسبه للادلت الشيلدرن. فالثيامات عندنا ثلاثة أنواع منها ميثيميازول بروبايل ثيوريسيل وكاربامازول. الكاربامازول برودرك بتحول لميثيميازول داخل الجسم والميثيميازول والبروبايل ثيوريسيل بنلقى إنه الميثيميازول هو 10 times more potent than البروبايل ثيوريسيل والميثيميازول هو drug of choice في العضل والشيلدرن لكن استحل محله الكاربامازول. Due to a black box warning about severe hepatitis, propyl thioracil should be reserved for use during the first trimester of pregnancy. لأنه ممكن يعمل لنا اللي هو due to black box warning فطوالي اللي هو بيعمل لنا اللي هو severe hepatitis لقوا إنه better propyl thioracil يدوه بس during the first الفيرست ترايمستر في الثايرويد ستوم and in those experiencing adverse drug reaction to الميثيميازول اللي هو زي other اللي هو adverse drug reaction ممكن تحصل للناس الادلت زي اللي هو الاجرانيولوسايتوز او هيباتيتس او اي other side اي other side effects. فاللي هو بيسموه البلاك بوكس وورنينج اللي هو انذار الصندوق الاسود. فانذار الصندوق الاسود ده اللي بتعمله الاف دي اي يعني الاف دي اي بتطلع اللي هو بلاك بوكس وورنينج اللي هو موست استرينجين وورنينج فور دراجز اند ميديكال ديفايسز اون ذا ماركت. وهو اليرت بيروح للبابليك والناس بيقول لهم انه الدراج ده عباره او الميديكال ديفايس ده عباره عن بلاك بوكس وورنينج. طيب بعد ذاك عندنا الثيو كاربامايد جروب هو عبارة عن essential for antithyroid activity اللي هو ده النوع الجديد اللي هو عبارة عن الثيو كاربامايد. عموما الثيو كاربامايد جروب اللي هو الثيو هيمايدز هم عبارة عن essential للانتثيرويد اللي هو activity وبيستخدم بصورة كبيرة. طيب how they are
pharmacodynamic. Mechanism of action: زي preventer hormone synthesis بأنهم بيعملوا inhibition ل thyroid peroxidase catalyzed reaction وبيكفلوا ال iodine organifications اللي شفناها في الرسمة الأولى اللي هو thioamides بيعملوا inhibition لل organification فبعندهم بيعملوا inhibition ل thyroid peroxidase catalyzed reactions وبيكفلوا ال iodine organifications. In addition لقوم انهم بيكفلوا الكابلينج اوف الايود تايروسينز يعني بيكفلوا ان يحصل كابلينج للايود تايروسينز زي دو نوت بلوك الابتيك اوف الايودايد يعني الجلاند بتشيل الايودايد عادي بعد ذاك جو الجسم بتحول جو الجلاند بتحول لايودين لكن بعد ذاك بيبقى انه ما بيحصل لهم شنو ما بيحصل لهم اورجانيفيكيشنز وما بالتالي انهبت الثايرويد بيروكسيديز كاتالايزد reaction وبيعملوا بلوك للكابلينج بتاع الايودو تايروسينز. طيب بروبايوثيروسيل بت نوت الميتنازول انهبيت البريفرال دي ايودينيشن اوف التي 4 للتي 3 يعني بروبايوثيروسيل اللي جوه برضه بيشتغل في البريفرال بانه بيمنع تحويل بتاع التي 4 للتي 3 onset of this agent is slow بتحتاج لثلاثة لأربع أسابيع قبل ما The stores of a D4 are depleted. يعني المخازن بتاعت الثايرويد هرمون دي اللي هو الفئة T4 والT3 بتكون موجودة. فالدراجز ديل بيشتغلوا ببطء. فبيمشوا بيعملوا inhibition للorganification والسنسس بتاع الهرمون. لكن الكلام ده بياخد من 3 إلى 4 أسابيع لحد ما المخازن المخزن فيها T4 والT3 تفضى. بعد ذاك لما نيجي للتصنيع بتاع الجديد اللي هو T4 والT3 الجديد بيكون حاصل له شنو inhibition side effects adverse drug reaction to thiamide occur in 3 to 12 of treated patient most reaction occur early اللي بتشمل nausea و GIT distress في alter sense of taste or smell may occur ممكن مع الميثمازول one most common adverse effect is an maculopapular pruritic rash ممكن يحصل لي راش في 4-6% at times accompanied by systemic signs such as fever يعني الراش بتجي معاه شنو يجي معاه فيفر تحصل فيه 4-6% الجروب الثاني اللي هو الانيون انهيبيترز اللي هم مونوكلونال انيونز such as البيركلوريت اللي هو CLO4- والبيرتينيتات اللي هو TCO4- والثيوسينات SCN ماينس ديل كلهم ممكن يكفلوا الابتيك بتاع الايودايد باي الجلان لانه بيعملوا كومبيتيتيف انهبيشن للايودايد ترانسبورت ميكانيزم بالتالي ذيس افكت كان بي اوفركم باي لارج دوزز اوف ايودايد ذير افكتيفنس از سموت انبريدكتبل لكن يعني اذا الجسم اخذ كميه كبيره من الايودايد ممكن الايودايد ده يمشي يرجع ينافسه ويخشه بالتالي الافكتيفنس بتاعتهم مرات بتكون شنو انبريدكتبل ما متوقع ليه لانه الحاجه دي كومبيتيتيف يعني اول ما يزيد الايودين ممكن اللي هو يحل محل الجماعه ديل الانايون انهيبيتورز ذا ميجر كلينيكال يوز اوف بوتاسيوم بيركلوريت انه بيكفل الثايرويد الريابتيك اوف الايودايد وذ ايودايد انديوز هايبرثايرويديزم اكزامبل ايودايد انديوز هايبرثايرويديزم اللي هو عندنا هايبرثايرويديزم بتسبب لنا اللي هو اسباب اللي هو زي الامايودايرون ممكن يعمل لي هايبرثايرويديزم ففي الحاله دي في الايودايد انديوز هايبرثايرويديزم ممكن استخدم البوتاسيوم شنو بيركلوريت عشان يعمل يكفل الثايرويد شنو ري ابتيك اوف الايودايد هاويفر بوتاسيوم بيركلوريت ريرلي يوز كلينيكال بالرغم من الفائده دي لانه ممكن يعمل لي ابلاستيك شنو ابلاستيك انيميا فعموما الانايون انهبيتر ما بيستخدم بصوره كثيره عندنا الجروب الثالث اللي هو الايودايدز والفارماكوداينامك انهم ديل انهبيت الاورجانيفيكيشن والنمره 2 انهبيت الهرمون ريليز والنمره 3 بيقللوا السايز والفاسكولاريتي بتاعت شنو الهايبر بلاستيك جلاند لانه في هايبر سيرزم والجلاند بتكون فيها شنو بيحصل زياده في السايز والفاسكولاريتي بتاعتها فالايودايد لقوم انه بقللوا فاسكولاريتي والسايز والفرانكبيليتي وفي الهايبربلاستيك جلاند ميكينج الدراج فاليبل
as pre-operative preparation surgery. يعني لو هم بنستخدمهم 200 very effective is as all خاش شنو لثايرودكتومي. فبقوم بالدواء له عشان تقلل لنا شنو الثايرويد سايز والفرجيبيليتي والفاسكولاريتي. طيب الكلينيكال ريسك بتاعت الايودايد ديس ادفانتجز اوف ايودايد ثيرابي انكلود انها بتزيد لنا الانترا جلاندولار ستورز اوف ايودين which may delay the onset بتاع الثيامايد ثيرابي او تمنع اليوز بتاع الراديو اكتف ايودين ثيرابي فور سيفرال ويكس. دي واحده من الديس ادفانتج انه الايودايد ثيرابي بعد ما بقدر استخدم اللي هو الثيامايد ولا بقدر استخدم الراديو اكتف ايودين. ليه؟ لانهم الاثنين بيقوموا شنو بيزيدوا لنا الانترا جراندولار ستورز بتاع الايودين, فبالتالي هيقول لنا انصر بتاع الثيامايد والريدكتيف ايودين. بالتالي الايودايدز should be initiated after the onset of thiamide therapy and avoided if a treatment with a radioactive iodine. فالايودايدز دي ما لازم اقوم شنو بعد ما ابدا الثيامايدز حتى ممكن ادخل الايودايدز واتجنبها اذا اللي هو بديت بالريدكتيف ايودين. Iodide should not be used alone, because the gland will escape from the iodide block in 2 to 8 weeks, and its withdrawal can delay the exacerbation of thyrotoxicosis in an iodine-enriched gland. So this is very important. If you don't start it before the thiamide, you don't use it on radioactive iodine, you don't use it because the gland can do what? 2 to 8 weeks ممكن الجلاند شنو اللي هو تزوغ وتعمل تاني سيكريشن للثايرويد وما بوقفها فجأة لأنه الويزدرول بتاع ممكن الديلي لإزاسربيشن اوف ثايروتوكسيكوزيز في الناس اللي عندهم ريشت ايودين جلاند. كرونيك يوز اوف ايودايد ان بريجنسي برضه should be avoided. فالسايد افكتس ده اللي هو الكلينيكال يوز التجنبات بتاعت انه ما ببداها قبل الثيامايدز. Adverse drug reaction of iodine اللي هو ممكن iodism uncommon, لكن in most cases reversible أول ما وقف شنو وقف الدرج include acne eye foam rash similar to that of bromism, وبيكون الزول عنده swallowing salivary gland والmucous membrane بتكون حاصل فيها ulceration, في conjunctivitis, في rhinorrhea, في drug fever, في metallic taste, في bleeding disorder بالإضافة لـ anaphylactoid reactions. طيب آخر حاجة اللي هو عندنا radioactive iodine اللي هو الايودين 131 بيرمز له بالرمز ده, ده النوع الوحيد اللي هو only isotope used for treatment thyrotoxicosis. ممكن نديه orally لكن في solution على الصوديوم. والايودين 131 بيربط لأبزوب بيمشي بتركز وين في الثايرويد وincorporated into storage follicles. الثيرابيوتيك افكت بتاعته بتعتمد على انه بيعمل emission اشعاعات لبيتا ريز with an effective half-life of 5 days والpenetration rate بتاعه بيكون ل 400 ل 2000 مايكرو او اللي هو مليمتر. طيب within few weeks يعني within few weeks بعد الادمنستريشن بتاعه within few weeks اللي هو مايكرومتر within few weeks after administration ممكن destruction of the thyroid parenchyma is evidence by epithelial swelling and necrosis, follicular disruption, edema and leukocyte infiltration. فبعد few weeks بنلقى انه الradioactive iodine ده فالإشعاعات بتاعته دي بيدمر اللي هو شنو بكسر ثايرويد بارينشيما واللي هو بيعمل swelling necrosis follicular disruption و edema و leukocyte infiltration. بالتالي الادفانتج بتاعت الراديو ايودين include easy administration و effectiveness لأنه بيدمر اللي هو الخلايا اللي بتصنع الايودين ال T3 و T4 وبيكون في ما في pain absence of pain in absence of pain. في خوف من الراديشن induced genetic damage يعني ممكن الراديشن بتطلع علينا
الرادياكتيف ايودين ممكن تعمل لي جينيتيك دامج، ممكن تعمل ليوكيميا، نيوبليجيا، ودي هاف نوت بين ريلايز افتر مور ذان 50 يير اوف كلينيكال اكسبيرينس ويز ريديودين ثيرابي اوف فور هايبرثايرويدزم. يعني مع انه في خوف منها، لكن 50 سنه الراديو اكتيف ايودين بيستخدم، لكن ما عمل الحاجات دي. راديو اكتيف ايودين شيدن بي ادمنستر للبريجننت وومن، ليه؟ لو النيرسينج مثلا، لانه الاشعاعات دي ممكن تمشي للجنين، سينس لانه بيعمل كروسنج للبلاسنتا، ممكن يدمر له الفيتال ثايرويد جلاند، وممكن يحصل له بعد ذاك سكريتد في البريس ميلك ويصل للطفل، وبرضه يعمل له ديستركشن ليه اللي هو ثايرويد جلاند بتاعته. من الدرجز اللي ممكن نستخدمها الادرينال ريسبتور بلوكينج ايجنت اللي هو البيتا بلوكرز، لان عندها ما عندها انترنسيك سيمباسوماتيك اكتيفيتي زي ميتوبرولول والبيروبرانولول والاتينولول، وهم افكتيف ثيرابيوتيك، لكن ما براهم از ادجنكس في المانجمنت اوف الثايروتوكسيكوزيس، لانه في سيمبتومز كثيره بتحاكي اللي هي السيمبتومز بتاعت انه لو عملنا كانه عملنا سيمباسيتيك ستيميليشن، فاذا قفلنا السيمباسيتيك ممكن يعمل لي ريليف للسيمبتومز دي. فالبروبرانولول هو هاز بين ذا بيتا بلوكر موست وايدلي ستديد، واكثر واحد مستخدم في الثايروتوكسيكوزيس. بيتا بلوكر كوز كلينيكال امبروفمنت في الهايبر ثايرويد سيمبتومز، بيعمل امبروفمنت للسيمبتومز، لكن ما عنده اي علاقه بالثايرويد هرمون ليفلز، بس بيعمل ريليفنج لشنو؟ للسيمبتومز، ما عنده علاقه بالثايرويد هرمون ليفلز. بروبرانولول الدوز از جريتر ذان 160 بير داي، بيقلل لي التي 3 ليفل ب 20% باي انهبيتنج البريفرال كونفرشن اوف تي 4 ل تي 3. يعني زديناه بجرعة 160 ملي جرام، والبروبرانولول ممكن يتاخد اللي هو بيدوه دايما في 40 ملي جرام، لكن اذا اخدت 4 أضعاف الجرعة الثيرابيوتيك ما توكسيك هي، ده ممكن يقلل لي بنسبة 20% التحويل بتاع تي 4 ل تي 3 في البريفرال. عموما local anesthetic with adrenaline should be avoided with a patient hyperthyroidism. يعني اذا عندي زول دار دي اعمل له local anesthetic، ما بديه اللوكال انستيك وما بديه ادرينالين. ليه؟ عشان بوريه انه اذا عرفت انه عنده هايبر ثايرويدزم ممكن يزيد له التوكسيسيتي. بنزوديازيبين وبويد انالجيسيك شود بي يوز كوشنلي او كوشسلي ان بيشنت ويز الهايبوثايرويدزم از مي بريسيبيتيت اللي هو المايكزيديما كمان. فدي من الكي بوينتس او التحذيرات الممكن الناس تستفيد منها في البراكتس بتاعهم في اللي هو الديسبنسي. Thank you very much.